عشرات الصواريخ، عشرات الرشقات الصاروخية تخرج من كل مكان في محافظة خان يونس ومحافظات الجنوبية باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية. عمليات قصف شديدة من قبل الفصائل الفلسطينية باتجاه المدن الإسرائيلية. هذه الصواريخ ثقيلة، هذه الصواريخ ربما تكون من ذات الصواريخ التي تم إطلاقها على مدينة تل أبيب. الآن يعني سماء خان يونس مضاءة تماما بهذه الصواريخ، هذه الصواريخ التي تطلق بشكل كثيف جدا على المدن الإسرائيلية. هذا رد الفصائل الفلسطينية على ما يبدو على تدمير برج الجورة. هذا رد سريع من الفصائل الفلسطينية، ربما من كتاب القسام الآن، على المدن والبلدات الإسرائيلية. نعم، كما جرى مساء اليوم. يعني كنت أقول بأنه الصواريخ الآن من كل مكان تنطلق. الزميل إبراهيم يتحدث ويرى الصواريخ من جهتي، أنا أرى الصواريخ الآن تنطلق في أي مكان ألتفت إليه، أستطيع أن أرى الصواريخ تنطلق من كل مكان. نلاحظ هذا الرد السريع من قبل الفصائل الفلسطينية، تراقب هي باهتمام وتريد أن توصل الرسائل بشكل دقيق جدا. أي حدث لاستهداف مدنيين وأبراج سكنية لن يمر، واضح بأن الفصائل تريد تثبيت هذه المعادلة. ما حدث في السنوات الماضية وفي الحرب الأخيرة، هذا الاستهتار بأرواح الأبرياء وهذا الاستهتار بالمنشآت المدنية وهذا التغول الإسرائيلي باستهداف هذه الأبراج لن يمر. كما ذكرت، المعركة ستبقى مفتوحة على هذه المعادلة ولن يهدأ الميدان طالما لم تستجب إسرائيل للمطالب الفلسطينية. وأنا لا أعرف يعني في الحقيقة، والمراقبين أيضا يستغربون لمدى يعني بساطة هذا المطلب الفلسطيني، أن تعود الأمور كما كانت في مدينة القدس. هذا شيء سهل، فلتخرج إسرائيل وتقول عادت الأمور ونحن نستجيب لهذه المطالب وانتهي كل هذا المنوال.